سلاح بوتين لبسط نفوذه بأقل تكلفة. فاغنر، إذا كتبتم هذا الاسم على محرك البحث فقد يظهر لكم اسم الموسيقي الألماني المفضل لدى هتلر ريتشارد فاغنر. الأمر ليس مصادفة، فعندما أراد ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق ديمتري أوكتين تأسيس مجموعة عسكرية خاصة عام 2014 اختار لها اسم فاغنر تيمناً بالموسيقار الألماني. مجموعة منوط بها أداء مهام عسكرية وأمنية في أنحاء العالم، تضم قادة عسكريين سابقين ومرتزقة يعملون سراً لصالح الكرملين. فمن هي مجموعة فاغنر المتهمة بنشر الفوضى في أوكرانيا والعالم؟ وكيف تحول موقف الكرملين من التنكر منها علناً إلى احتوائها؟ Российское государство к этому не имеет никакого отношения. ЧВК «Вагнер» должна превратиться из просто частной, лучшей в мире, подчеркиваю, армии, способна оборонять государство, она превратится в армию с идеологией. على الأرض يتمركز مقاتلو فاغنر في معسكر تدريب في قرية موليكينو الروسية، وهي القرية نفسها التي تقع فيها منشأة تدريب تابعة لأحد ألوية القوات الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الروسية. لكن الصدمة أن شركة فاغنر لم تكن موجودة قانونياً في روسيا، بل كانت مسجلة رسمياً في الأرجنتين نظراً للقانون الروسي الذي يحظر الشركات العسكرية الخاصة. القانون نفسه انتقده بوتين ضمنياً عندما كان رئيساً للوزراء عام 2012، ودعا إلى تقنين مثل هذه الشركات ووصفها بأنها أداة لتنفيذ المصالح الوطنية دون مشاركة مباشرة من الدولة. ومن أفضل من طباخ بوتين ليقوم بالمهمة السرية؟ إيفغيني بريغوجين، الرجل الذي جمع بين الولاء والعقلية الإجرامية. تذكروا هذا الاسم جيداً، فسنتحدث عنه لاحقاً. لنعد إلى عام 2014 هنا في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، حيث يشتعل الصراع. كان الظهور الأول لمرتزقة فاغنر الذين اصطفوا مع الانفصاليين المدعومين من روسيا، كما قاموا بدور كبير في تمكين روسيا من ضم شبه جزيرة القرم في العام نفسه. منذ ذلك الحين عملت فاغنر على تجنيد المرتزقة لإرسالهم في مهمة عسكرية سرية في الخارج، فتوسعت رقعة تحركات مقاتليها لتشمل سوريا، حيث ظهروا في ميادين المعارك منذ بداية عام 2015 إلى جانب قوات الجيش الروسي، وسيطروا على حقول النفط بموجب عقود مع شركة البترول العامة المملوكة للنظام السوري لتأمين حقول الغاز والنفط، وساهموا في قلب موازين القوى لصالح النظام السوري. وحيثما تكون مصالح روسيا تكون فاغنر، هذه المرة في ليبيا مدت يد العون لقوات خليفة حفتر في محاولته الاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس عام 2019. ومن ليبيا إلى السودان امتدت ذراع بوتين الطولة فاغنر، حيث بدأت عمليات فاغنر عام 2017 بعد اجتماع في منتجع سوتشي الساحلي الروسي بين الرئيس السوداني حينها عمر البشير ونظيره الروسي، حيث تفاوضا بشأن بناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر. ولكن ما تم التوقيع عليه هو اتفاق للتنقيب عن الذهب. وفي غضون أسابيع بدأ الجيولوجيون وعلماء المعادن الروس في الوصول إلى السودان، تبعهم مسؤولون في وزارة الدفاع الروسية، بينما عملت فاغنر تحت غطاء شركات وهمية مع اندلاع الاحتجاجات العارمة في السودان نهاية عام 2018. لفظ نظام البشير آخر أنفاسه في أبريل نيسان 2019 ليجد الروس أنفسهم أمام حكام جدد للخرطوم.
لتصل بعدها بأسبوع طائرة فاغنر إلى العاصمة السودانية تحمل وفداً من كبار المسؤولين العسكريين الروس، وعادت إلى موسكو محملة بعسكريين سودانيين بارزين، ومن بين هؤلاء عبد الرحيم حمدان دقلو شقيق نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي حميدتي. في الجهة الأخرى وبالتحديد في منطقة غنية بالذهب على بعد 320 كيلومتراً شمال الخرطوم، منطقة تسمى العبيدية تضم مصنعاً يخضع لحراسة مشددة يسميه سكان المنطقة الشركة الروسية، لكنها ليست مجرد شركة بل واجهة لفاغنر، إذ حصلت المجموعة على امتيازات التنقيب والتعدين في السودان التي تعد ثالث أكبر منتج للذهب في القارة الإفريقية، ما سيعزز مخزون الكرملين من الذهب البالغ قيمته 130 مليار دولار، بينما تدعم فاغنر مساعي الكرملين لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر في بورسودان. توسع فاغنر في أفريقيا لم يتوقف عند حدود السودان، إذ امتدت أذرعها إلى نحو 12 دولة أفريقية على رأسها مالي، التي دعيت إليها فاغنر من حكومة مالي نفسها بزعم توفير الأمن في مواجهة الجماعات المتشددة. لكن الجرائم الأبشع كانت في إفريقيا الوسطى، حيث اتهمت الأمم المتحدة والحكومة الفرنسية فاغنر بارتكاب عمليات اغتصاب وسطو استهدفت مدنيين. ومن جراء ذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها، أراضي تلك الدول لم تكن سوى مسرح كبير للتدريب على القتال والعمليات المعقدة. ظهور فاغنر البارز في الخطوط الأمامية في الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ حققوا انتصارات عسكرية في منطقة دونباس، كما برز إيفغيني بريغوجين طباخ بوتين الذي تحدثنا عنه لاعبا رئيسيا في المعركة، مزيلا الغموض عن هويته زعيما ومولا لفاغنر، ومؤكدا الشكوك بشأن علاقة المجموعة بالكرملين، خصوصاً أن رجل الأعمال الروسي الذي يمتلك إمبراطورية مطاعم في روسيا لديه علاقة وثيقة ببوتين شخصياً، الذي كان يتردد على مطاعمه برفقة كبار المسؤولين والزعماء. وقد أثمرت تلك العلاقة حصول إحدى شركات بريغوجين على عقود بملايين الدولارات لتقديم وجبات الطعام في المدارس الحكومية. المفارقة أن الرجل لديه تاريخ حافل بالسرقة والإجرام رافقه منذ سن المراهقة بعد نحو 10 سنوات قضاها في السجون، ولعل خلفيته الإجرامية هي التي قادته إلى السجون الروسية لتجنيد السجناء ومساومتهم للحصول على الحرية مقابل المشاركة في القتال في أوكرانيا مدة 6 أشهر. وقد ظهر بالفعل في الآونة الأخيرة وهو يهنئ أول مجموعة من المحكومين حصلوا على عفو رسمي موقع من بوتين. أعداد مرتزقة فاغنر تزايدت بنحو متسارع في أوكرانيا، وقدرت كل من الحكومة البريطانية ومجلس الأمن القومي الأمريكي عددهم 50,000 مقاتل، 80% منهم أدينوا في جرائم قبل استخدامهم وقوداً للحرب بحسب بعض التقارير. كما قدرت النفقات الشهرية للمجموعة ب100 مليون دولار، إذ يتقاضى مقاتلو فاغنر أجراً أعلى من جنود الجيش الروسي، ما يؤكد وجود تمويل حكومي كبير وفق بعض المراقبين. وبعد سنوات في الخفاء أصبح لفاغنر وجود وتمثيل علني ورسمي على الأراضي الروسية في افتتاح أول مقر لها في مدينة سان بطرسبورغ نهاية عام 2022. Неловкий левый фланг. У тебя...
صعود مجموعة فاغنر وهيمنتها في أرض المعركة يبدو أنه أصبح يشكل مصدر إزعاج للكرملين في ظل تشكل جناحين عسكريين متمثلين في الجيش الروسي بقيادة وزير دفاعه شويغو وفي مجموعة فاغنر بقيادة بريغوجين. ظهر هذا الخلاف واضحا في يناير كانون الثاني الماضي حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة سوليدار الأوكرانية دون أي إشارة إلى قوات فاغنر في إعلانها. في المقابل أعلن بريغوجين النصر بطريقته ونسب الفضل إلى مجموعته، لتضطر وزارة الدفاع إلى تعديل بيانها والاعتراف بدور فاغنر في الإنجاز. الخلاف الذي ظهر في العلن لم يكن الأول وليس الأعنف، إذ تطاول زعيم فاغنر في تصريحات سابقة على مسؤولي وزارة الدفاع في جرأة غير مسبوقة بلغت حد اتهامهم بالخيانة ووصفهم بعدم الكفاءة. وقد شملت انتقادات بريغوجين وزير الدفاع شويغو نفسه، إضافة إلى رئيس الأركان فاليري غيراسيموف الذي عين لاحقاً قائداً للقوات الروسية في أوكرانيا بدلاً من سيرغي سوروفيكين الذي يعد المفضل لدى بريغوجين، في خطوة يرى كثيرون أنها محاولة من بوتين لتقليص حجمه والحد من نفوذه. ففي كل الأحوال يجب أن لا تتجاوز فاغنر حدودها بمحاولة التحول من موقع التنفيذ إلى اتخاذ القرار، وربما تحولها لاحقاً إلى خصم سياسي محتمل. فوجود فاغنر في أوكرانيا لا يعدو كونه محاولة من موسكو للتمويه والتقليل من شأن خسائرها في المعركة. أما دولياً فرغم أهمية وجود فاغنر لخدمة أجندة الكرملين الخارجية، فأن الحفاظ على مسافة بينها وبين الدول ضروري للنأي بنفسها عن أي تجاوزات وفضائع قد يرتكبها مقاتلوها، خصوصاً بعد تصنيفها منظمة إجرامية دولية في لوائح البيت الأبيض، فضلاً عن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بريغوجين لدوره في فاغنر. قبل ذلك فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية لدور إحدى شركاته التي تعرف باسم وكالة الأبحاث على الإنترنت في التأثير على الانتخابات الأمريكية عام 2016. القوة المتزايدة لهذه المجموعة يبدو أنها بعثرت أوراق القيادة الروسية، لا سيما بعد إعلان زعيم فاغنر أن لديه طموحات لتحويل شركته العسكرية الخاصة إلى جيش أيديولوجي، فضلاً عن خلافات الرجل مع القادة العسكريين الروس. وفي ظل تحذيرات عالمية من خطر هذا النوع من المجموعات العسكرية مستقبلاً، برأيكم هل تشكل فاغنر تهديداً لبوتين مستقبلاً أم أنها ستبقى في جلباب الكرملين إلى الأبد؟